أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنة الذين آمنوا واتبعوا
الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء إن كل امرئ بما والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء إن كل امرئ بما كسب رهين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لغوم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم وأقبل بعضهم
مستمعهم بسلطان مبين
لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم
لا